الهاندبول باذن الله. الحمد لله طبعا ده فضل من ربنا، وزي ما قلنا بعد ماتش سموحه ان ده كان مجهود سنتين فاتوا بنبني فرقه جديده، والحمد لله ابتدينا نرجع اولاد النادي وابتدينا بعبد الله، وان شاء الله ربنا يسهل ومزيد من البطولات. وفي افريقيا كمان لسه يعني والله ابتديت احضر لازم من دلوقتي في افريقيا، وان شاء الله ربنا يسهل ونفوز بيها. محمد عبد المنعم ان شاء الله بيعمل تيست اخير في المانيا دلوقتي، وهو جاهز يعني هو دلوقتي موجود في بولندا اصلا، وان شاء الله يلحق يلعب بطوله افريقيا. هو الحمد رب العالمين ببارك.